بقالي الله يا حاج. دوم الله. اسم حضرتك بقى. سعوات. حضرتك والدة عادل جابر الله يرحمه. كان عنده كام سنة عادل؟ الشهيد الحي. الله يرحمه. اه. كان عنده كام سنة؟ 30. حاجة و30. حاجة و30. اه. هما خدوه غدر. خدوه غدر. اه. خدوه غدر وشهر. اه. يعني أنا أطلب من النائب العام بالإعدام. يعني وشوية فيهم الإعدام. وأهاليهم ما يقعدوش في البلد ندعيني لأنه الشهيد غالي على الدنيا. يعني أنت بتطلبي بسرعة محاكمتهم. بسرعة محاكمتهم عشان يعني مش هتخبر. أنا أرجو منك ومن الجيش ومن الشعب ومن وأقول إيه مش قادر أقول حاجة. أنا مش قادر أقول حاجة والله. ربنا يصبرك. والانتقام وما يدخلوش بيوتهم وما شوفش حد منهم خالص وما شوفش حد صغير. يعني ما كانش فيه سبب يا ماما لله. ابدا ابدا يما والله يا ادم ابدا يما. خدوا غدر. ده عمره بيروح فقص في الليل ويجي في الليل ويقفل في الليل ويعمل في الليل ومش فيه وشاري منهم واخدين منه بتاع كرته والله يعني مشين حلو للعالم كله العالم كله العالم كله الدنيا كلها الدنيا كلها والله الدنيا كلها وإزاي عملوا فيك ونطلب العدل من النيابة والمستشارين والمكان النيابة على رأسي من فوق بس يعني أنا أم عاوزة أني طلب يبقى يتنفذ أي حد فيهم ما يفضلش في البلد خالص.